السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في كل حاجة، فدخل حتى في البرامج الخاصة بالكاد والبيم والثلاثي الأبعاد. تخيل إن أنت مثلا عملت تعديل زي كده، كل حاجة بتتعدل داخليا، عملت شارع فهو أوتوماتيك ظبط لك كل حاجة، عملت مساحة مثلا مفتوحة تعمل فيها مثلا حديقة أو كده، هو ظبط لك كل المباني التانية، مش محتاج ان انت مثلا تدخل تظبط بقى حيطه حيطه والحاجات دي كلها. هي دي فكره الذكاء الاصطناعي. بكل بساطه مثلا اتعلم منطقه، نخلي هنا مثلا في حديقه معينه، بحط لك اهو شجر، كل ما بتغير هو اوتوماتيك بيبدا ان هو يظبط لك كل حاجه. موضوع جدا سهل وبسيط، هو ده الذكاء الاصطناعي.